واتساب كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ معكم عبد الله عبد العزيز من سعودي فورسز. عبد العزيز احنا ايش بنسوي هنا؟ زبده الموضوع دوبنا شفنا فيلم مشروع ادم على نتفلكس صراحه مره حلو، فيه له اكشن، فيه له كوميدي، فيه له تايم ترافل سبيس شيبس، فيه له كل شيء. يعني اللي حمسنا في الفيلم انه رايان رينولدز رجع بالزمن وقابل نفسه وهو صغير، وحمسنا مره لدرجه انه بنسافر حوالين السعوديه ونسال الناس سؤال واحد بسيط. لو عندك فرصه تسافر عبر الزمن للماضي وتشوف نفسك وانت عمرك 12 سنه، ايش تقول لنفسك؟ ليتس جو. ايش اقول لنفسي؟ وش اقول له؟ ايوه انه سوي اي حاجه كنت تبغى تسويها. عيش لنفسك، عيش لنفسك، انجوي، لانه بعدين انت الوحيد اللي حتكون مع نفسك. والله انصحها انها تستغل اي فرصه في صالحها وما تضيع اي وقت. بكل حاجه مو صعب عليك، لا انت قدها وقدود ان شاء الله تمشي فيها وتدعس ان شاء الله. ما اعطي شيء اكبر من حجمي. حقول لها كل اللي كنت تحلمي فيه يصير. في اشياء كثيره جايه من الحلو ومن المر، لازم تقبلها بحلوه ومره. كنت درستي اكثر حتى اوصل للشيء اللي انا ابغاه بشكل افضل. كلام الوالدين يعني مهم. يمكن في اشياء ندمت عليها حاليا، اقول لو يرجع فيني الزمن لاخذ قرار ثاني. الان جاء دوركم انه انت تقول. اكتبوا الان تحت بالكومنتات ايش تنصح نفسك وانت صغير. طبعا دي انت ما قلت. ايوه اي دورك، لا تفشل نفسك لعبد العزيز الصغير. طب جبتها، لا تفكر في المستقبل ولا تفكر في اللي فات، يدك بيدي حنحقق معجزات. عبد الله دورك. دورك عبد الله. خلاص انا يبغى لي فيلم كامل مع راين رينولدز يعني عشان احكي وانا صغير، فمعليش يعني لا 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 لا.